أمريكا تعلن حالة الطوارئ وتحبس أنفاسها وتتابع الوضع بعد إعصار هارفي في وقت تؤكد فيه المصالح المختصة استمرار المخاطر بسبب احتمال تساقط أمطار طوفانية أخرى. وهنا في واشنطن التقينا أولا أندريا التي أبدت مع أهلها قلقا كبيرا جدا على أخيها المتواجد هناك في تكساس. حاليا لست مهتمة بغير أخي الموجود هناك في تكساس، لا أتابع ما تقوم به الحكومة. نعم إنه على ما يرام، ما سمعنا أن أغلب الطرق السريعة غمرتها المياه، فطلبوا من الناس البقاء في الداخل وأن لا يخرجوا. هل أنتم على تواصل معه؟ نعم نحن على تواصل يومي معه، لم يكن في مركز الإعصار ولكنه تأثر بالمياه. إنني قلقة بشأنه وزوج أختي، نتابع جميعا أوضاعه، إنه على ما يرام، لقد استعد للأمر بتحضير كل الأغراض، نحن فقط نتمنى أن لا يخرج. أغلبنا يتمنى الرحمة من عند الله كي يتدخل، لا حل للناس. مع ما قاله عمدة هيوستن، ولكن عليهم ترحيل بعض الناس، والآن لدينا الكثير بدون كهرباء. أعتقد أن الرئيس كان في المستوى حتى قبل أن يصل الإعصار، تصرف أفضل من رؤساء آخرين، أعتقد أنه يقود الأمور بشكل جيد. إعصار هارفي هو أول امتحان في مجال الكوارث الطبيعية تواجهه حكومة الرئيس دونالد ترامب الذي أسرع ببرمجة زيارة إلى تكساس. خالد بن طويلة لليوم على الحرة من واشنطن.